السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في حلقة جديدة من عجنها عجن. الحلقة هذه شخص أو تحدد مستقبلي التقليد في هذا البرنامج أو برنامج ثاني، لأن الضيف اللي بنجيبه اليوم هو اللي جايب لنا هالمكان، وهو اللي بحدد يعني هل أواصل البرنامج اليوم لو ما أقدم مرة ثانية. فاسمحوا لي إذا قيمت حالة حال تقييم سيد أمين. قيمت سيد أمين لأنه رأس عود في الشركة اللي أنا أصور فيها، ما بالك إذا جايبين راعي حلال هالشركة رحنا فيه. طبعاً الشخصية المفروض عرفتونها، سيد محمد عقيل، مواليد 1993، لكن الأهم من كل هذه المعلومات رجل أعزب الله يرزقه إن شاء الله ويزوجه في القريب العاجل، أكتبه تحت وياك سيد يعني أنا. المهم السيد هذا بس شرحت لكم واجد، نرحب بالسيد. تفضل سيد. طبعا نرحب بالسيد سيدنا. اهلا وسهلا سيدنا واهلا بالمتابعين الكرام. تنحرجوا والله وهقه ترى واقفه قدام الكاميرا توهق. طبعا قبل لا اساله وش تتوقع الطبخه؟ طبعا السيد متعود هو المعد مال البرنامج يعرف وش الطبخات قبل، فيجي يلاحظ اكو في ما ادري وش في شربت في بسوق في كذي، في هو يجيبهم. هالمره احنا ما خليناه يجيب، احنا اللي جبنا. فجاء سيدي عرف التغييرات، هذا كل مره مو موجود، هذا شكله عرف الطبخ. انا شاك بالطبخ. فمن اساله بنشوف وش تطبخ. صراحه انا عجزت من محمد فاضل اليوم، هددته بالفنش. ايه المصور مو راضي يقول وش الطبخه، صدق ما يعرفها؟ ما يعرفها، طبعا جه هددني بعد في الواتساب، مو هددني، جه سيدنا وش الامور؟ ملاحظات عندي لك، يلا ساعدني ما في جا. وش تتوقع؟ شوف انا شفت اولا حليب. اوكي هالحليب. في الثلاجه شفت روب. أوكي. وشفت هذه. اوكي. هالكوكر الالكتروني. تمام. فهذه حق بيتزا معجنات كذي كذي. اوكي. زين، وكذلك لما شفت الحليب والروب تقدر تسويهم عجينتها. انزين. فهذا شيء واحد شاك فيه. بيتزا. الشك الثاني. الشك الثاني انا وين شو الطبخات اللي سويناها حلقات لطافت كلها طبخات شعبيه. حلو. وايش بقى منها؟ بقى منها ساقو مثلا. اوكي. هذه الطبخه ما استويت. ممكن انها تستوي. منفوره ما استويت، ممكن انها تستوي. والباقي صراحه ما ادري. الحمد لله انه ما عرفت. صحيح. ما عرفت ايش الطبخه. توقع فيها حليب يا. فيها حليب؟ ايه. شاي حليب. لا هو عادة اعطيه، تعرف ليه قلت لكم في الفيديو؟ انت المفروض اسهل. زين. الطبخة هي ام علي. بل. لو اش بل. وهكتني. عندك الثلاثين ثاني. ما عندي فكرة عنها يعني اصلا. طبعا بعطيك انا فكرة بسيطة عنها، ان هي ام علي كل بيت يسويها بشكل. ها فانا بسويها بشكل ما تقدر تقول لي. لا ما اقدر. ان هي هذه مو ام علي. لا لا لا. طعمها ام علي معروف طعم الام علي. وش ام حسين؟ لا ام حسين اقيمك على ام حسين. اقيمك على ام حسين وتصير ام علي صفر. لا لا ان شاء الله. انزين نبدي. توكل. يلا بسم الله. تعالوا ايش بتسوي؟ لحظه بعد ما سويت شيء. لا سيرش. هذه سيرش ليه بكتب ونحسب 30 ثانيه بنتكتبه؟ بدون فتح. ارجع الى حلقه سيد امين وقاعد يقول لي الموقع انفتح ما انفتح، وانت قاعد تراقب الحلقات كامله. اكيد يعني الحين ببحث مثلا ليه ما احصل الشيء. احنا على كصوبك يبين من تفتح تكتب بحث جوجل تدش الصفحه خلاص 30 ثانيه انحسب. كنسلنا احنا الفتحات، صار بس اتصال. لا لا ما عندي اتصال، ما عندي احب اتصل له. صدق انبي من انتمه البحث. اصبر اصبر بقيت فوق راسك تبع. اسمعوا هذا تبع كاميرات وتصوير مغرب لنا. لحظه يلا واحد صبر. انا لا تحسب علي مو عليك انت. زين ما توش تحسب لي وقت على ما طلع شيء. يلا بدي ابدا. ابدا. حليب مجفف، عجينه الباف، كوب سكر، ماء 6 اكواب ماء، زبده، قشطه، كاجو، لوز مقشر، صنوبر مقشر، فستق حالي مقشر. روح خذ المحفوظ، خذ اللي تحفظه، لا تاخذ لي. قلتهم لك جيب. لا شوف قلتهم. ارجع للفيديو. انت نسخنها، نحط الباف، نقطعها، نحطها بالفرن تتحمر، تبرد، نحط الخلطات، الحليب ندوبه ويا الماء نحضره، سكر. بند التلفون. لاحظوا ان انا جبت مقادير
هو ما قاعد يجيبهم لي. قاعد يجيب لي اشياء ما طلبت. وانا المحل. وش قلت ابوي؟ باكر هيك لك؟ لا لا. كل رجع للفيديو شوف. قول وش تبوي؟ رجع للفيديو شوف. يبا هو هلا. البيت باستري هذا جايبين لك بارز احنا. هذا مو بيت باستري حبيبي. بس هذا بارز انا كنت اسويه. لاحظوا؟ لاحظوا؟ يعني لو هو بيت باستري كان بحمره بشوحه. هذا بحر وقصه. جيب لي بيت باستري كان لان ناخذ ياخذنا غداء. هذا الدريم بوب مال ويش؟ اعطيك اياهم ونقص تقييم؟ لا تعطيهم ويش بتعطيني؟ بيعطيني معدات ونقص تقييم. انت ما طلبتهم. انبح علي بمحله ودريم ويب. لا انت ما طلبتهم. اكو احنا طلبتهم لا عادي اطلب نهايه الحلقه. جوال. هلا انا غلطان جايب لنا لو جايب عقبود والله عدد. جيب لي صدق جيب لي. لا انا اللي افهم فهم علي ويش؟ هي اشياء مغمسه في حلي. فاحنا بنسوي هذا اللي بنغمسه فيها نسوي. يقول خلنا نحط شوت. هي هو كذي هي كذي الجول طلع رائحة الحرام. شوف يبا يراويك انه طباخ عفس الطاولة. مستهدف انا طبعا واضح. لا انا مو قبل الاعداد والتقديم كلهم قاعدين طبعا حرت الدوام في. وين انت؟ تسوي رياضة؟ طبعا هاي طريقة القياس. صير نفتحها شباب انا شي اكتشفتها الحين. خلنا نفتحها. ما ادري هي فكرتها الاصلية انك تفتحها لو انا بخترع انك تفتحها بس احنا بنفتحها. شكلي عجب. عفسها عفسها. وش تبوي؟ بهاراتكم وين؟ لا وش تبوي؟ هيل هيل جيب الهيل. في بعوج في بهارات زعفران. زعفران ما تضر دائما زعفران ما تضر. جيب حط زعفران. صدق ام علي بالزعفران. هذا اشكره مو ام علي. ترى شو بسوي؟ انا بعجن لكم مكاني عشان جيمر كان اتصل لسيد بي يجيب جيمر فاني. بول بزيد. تصدق الجيمر هو الموضوع جيه شوية غليظة جل. أحسنت. صحيح. ما يضر. لا. خلنا نحط حليب محلي. هو دحين في الحليب المحلي. ما يضر. هذي سويت. وش بتصير حاليا؟ هي شرب قهوة. ولا ما يحب قهوة. طلعت مو حاليا هني يمكن تقصني ناصر. أقول لك أنا اليوم كنت. افكر هذا ما يجون لي طبخه. اي واش جا في بالي؟ زين جا في بالي البيتزا. صدقه؟ اي من الصبح اول ما داومت. زين جت حزه الريوب اللي هم يبون يتريقون بيتزا. قلت انا لله والبارحه بعد مشترين بيتزا. شنو بيتزا؟ بيتزا درين درزين صغار. اعطيني مشيته؟ اي وانا المقدم لهم ما اعرف. قدمي رين معروف دائما. وصايا. زين؟ فجيت اقول وش يوم ديك حايمين على البيتزا حوم وانا في بالي شكله وانا من عشاق البيتزا فانا وش سوي؟ وش سوي؟ عقب ما خلص دوام اليوم رحت بنام غفوه العصر واشغل يوتيوب بيتزا ورا بيتزا بيتزا يعني لو عصيناك بيتزا كان بحتار باي طريقه بسويها لك وتبدعها ما ادري مو مضمون نظريا على قولتك بالكلام الكلام هو سهل ونحط رشة من ال من ال ما أدري هذا وش اسمه ما أدري هذا وش اسمه ده بستاشيو الفستق بستاشيو صار سعره غالي الفستق فستق بالكيلو بستاشيو بالحبة. تحياتنا إلى كل متابعينا التشيكن نجت. تشيكن نجت يعني وش التشيكن نجت؟ يعني واحد من يوم هو هالطول اسم هذا فستق واسمع وش يسمي ده اللي نفتحه وناكله كذي ومن عقبها صار يقول لي سويتر ضيف بستاشيو قليل الطقف شيلة يحترق و نزلت على عبد القادر ها صدقه؟ طبعا الحين وش سوي؟ واحد موهبق روح جايبين لك هذا جاهز قال لا جيبوا البيف باستر جاي هذا البيف باستر السكين اللي قاعد تشتغل بها وينه؟
انزين انا يعني بنخلي بيف باستر لكم حق المرات الجايه لو بتستفيدون. لا احنا نبغى نتذوق طبخات سيد. انزين اقيم على وشك الفنتين او حلوين؟ خلها تبرد هذيك، هذيك بناكلها بارده وهذه بناكلها صار بناكلها حار. بسم الله. انزين سيدنا، وين تقيم؟ تقيم اي احلى، الحار ولا البارده؟ لا حلوين. اوكي ما اقيمهم فنتين برقم، بس باشخص اي احلى. انزين وش مستقبل مطاعمكم انت في نظرك؟ سيدنا العزيز مطاعمكم في اليوتيوب حساب واعد. زين يعني يقدم اشياء خفيفه لطيفه، قعدات فلوقات صبيان سوالف ضحك، كل هدفه يعني ان نكون اقرب الى المتابعين. حلو. المطلوب بكل صراحه يعني المطلوب هو تفاعل المتابعين، تفاعل جيد بس نتمنى افضل. نتمنى افضل. الهدف المرحله الاولى الحين نبغى نوصل الى 1000 سبسكرايب يا شباب، ايضا ان نضيف برامج اضافيه في عجنها مطاعمكم. في برامج اقتراحات ناس كتبت لنا، واقتراحاتكم كلها نتابعها وناخذها بعين الاعتبار. طبعا ها مو يجي واحد يقترح كنسلوا عجنها عجان، باب رزق مولانا اللي يسمعك الملايين تجيب. طبعا تعملي كذا تنظفي. لا الحراره تحرق ترى الجراثيم. هذا بندت الجول ها اخو، هذا ملاحظة الجولل تنقيس فد. لا قول لي يعني ببندها انا ببندها. يلا سكت. اكتشف الجولل. اوه ببندها الجولل. اوكي. نطالب الجماهير بدعوة عبد الله الى هذا البرنامج. اللي بكلمه في الخاص، اللي بكلمه في العام. العام اللي في تعليقات اليوتيوب وتويتر وانستغرام. فيسبوك يقدر يصيدها بسهولة. الفيسبوك لعبته. الفيسبوك لعبته. طبعا اخواني الصبيان يعني الشباب، ترى السالفه مو في الطباخ انت بس تعالوا اطبخوا. وانا دروي طالع في الانترنت فيديو وطبخ نفسه، سالفه في التنظيف. انا اقول لك السالفه مو في التنظيف، في نفس الطبخ. راونا سيد شيف نفس الطبخ. هذا نفس الطبخ. نفس الطبخ انه تسوي كذي. زين طبعا يعني هذه توها مسويها، قيم تقييم هذه، وهذه تبي تقيمها على الحارس عليها. نفس ما بدينا الحلقه وش قلنا؟ ام علي كل بيت يسويها شكل، هذه وهذه مستوى الام علي تشيلي، يمكن الا ناقصها قليل من القرفه، صح لا لا؟ انا قرفه دارسي. ايوه الدارسي بس عادي عادي، مو ان الام علي لازم دارسين. ايه بس هو اصلها يعني ام علي يوم سوتها ام علي الاصليه. هو في واحد اسمه ام علي لو ايه اعرف انا. شوف هذا اقيمها 8.5 وهذا اقيمها 7. 8.5 لو قليله. مين ام علي الواو يعني ام علي؟ ام علي هو ام علي وش يعني؟ في ام علي لا واو؟ لا في ما اكلت ام علي مالت الشرق الاوسط. هذه احلى. هناك ضرب الحطب عليك. بالله روحك هناك تشتريها بيزات. اذا عجبكم اختيار الطبخه والضيف ومعد الحلقه بعد، لايكاتكم والشير والسبسكرايب. طبعا الضيفه المتكرره الوحيده اللي تطالع في الحلقه الثانيه لها. صاعدة. المهم نشوفكم ويا حور في الحلقة صاحة في الحلقة القادمة. مع السلامة. بس بس وين صيحتها؟ صيحة بندها بندها لا تخترب بندها. هذه لا بندها. أنا اللي أطين تبغى تطين. خلي يطينها. تلفوني ده؟ لا مكانها غلط لأنها مو سيدة لي بالعقل يعني رب العالمين عرفنا. ابو الشباب صور لقطات، لا تقول ما عندي كاميرا ثانيه، تباعد عنها الكاميرا تخربها. ايش هالحوالين جايب مصورين ما يدرون ايش يسوون. صور يعني هذا يمكن طبخه الرابع الخامس ولا عاشر. وش سالفتك ابو الشباب؟ انت تكيف كاميرتك على المقدم، اول مره اشوف المصور يقول لي اسكت باصور بعدين كمل. عن ابوها حاله.
زين جت حزه الريو سهل اللي تحكي الحين تصورنا انا اكلمك يا والكاميرا على كمل جت تحياتي الى السيد علوي مقدم طبخه الجيم و مقدم الطبخه انزين يلا عين انا المقدم اوكي مال الحلقه وهو الطباخ تجينا طبعا من بعض المتابعين تجينا بعض هلكتني قلت على مرات انا ما جبت الكاميرا رغم انك تنبحتك شوي قدمتني انزين شنبك نبت يا ابو نور شنبك نبت وعويلة بشكلك مو صديق انت لا بقايا من عمر انت محمد فاضل تدي على اصبعها في خدك ولا شيء طيب هذا النشان حقك احنا شوي توفقنا حر المكان شغل بانكا شوي سكت ولا كلمة ولا حرف انا وانا انت تأمره؟ يلا راوني ماشي لا تشغل شغلت شيء حسن تفضل شيك انت اول تشيكنا شوي كمل شباب احنا لمتنا شباب بنعطي 2020 وش صار من اقول شباب تشيل الكاميرا من هنا انا اللي حاطه ما فاضل مجبور هذا صار مو تحته كذي خالته نيني يضحك منتج على منتج هذا على اي حال ابو شو انت ورا مو على فلوس موجود موجود بسم الله